الله يجازيكم بخير، وقفوا معانا ووفروا الدواء. وانا دابا كنعاني من ارتفاع ديال درجة الحرارة لانني ما كنديرش الحصص فوقيتها. دابا الاشكاليه ان الدواء ما كاينش لا في الفرماسيانات لا في حتى شي بلاصه. يعني انا كنتمنوا من رئيس الحكومه ومن وزير الصحه بصفه خاصه انا كنوجه ليه هذه الرساله باش يوقفوا مع الناس. وما بغيناش نبقاو نسمعوا فلانه ماتت حيتاش ما دارتش الدواء، فلانه ماتت حيتاش ما دارتش لا راديو ثيرابي.